خرج ترامب عن صمته لأول مرة بوضوح وصراحة، تحدث عن موقفه من الحرب على غزة التي طالما تجنب الحديث عنها خلال الانتخابات التمهيدية. خلال لقاء له مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال إنه يجب عليك إنهاء المشكلة، في إشارة على ما يبدو للقضاء على حماس، مؤكداً أنه مع إسرائيل. You've got to finish the problem. You had a horrible invasion. It took place. It would have never happened if I was president, by the way. As you know, Iran was broke, Brian. They were broke. They had no money for Hamas, for Hezbollah. They were broke. This would have never happened. And for another reason, they wouldn't have done it to me. I guarantee you that. They did this because they have no respect for Biden. ترامب ظل يراقب خصمه بايدن الذي خسر أصوات كثيرة بسبب موقفه من الحرب على غزة، وقد آن الأوان ليكشف أوراقه بعد كسبه أصوات ولايات عدة، معلناً موقفه المساند لإسرائيل. ورغم أن الخصمين يقبعان تحت مظلة قوتين وهما اللوبي الإسرائيلي والصوت العربي الذي سلب الأصوات من بايدن. إلا أن الطرفين اتفقا في مواقفهما تجاه الحرب على غزة. وهنا يتراود سؤال: هل ستتأثر شعبية ترامب في الفترة القادمة بعد هذا التصريح مثلما تأثر خصمه؟ رفاه السعد، الحدث.